وصل وفد عسكري بريطاني برئاسة الوزير الوطني لاستراتيجيات الأمن الدولي أندرو موريسون يوم الثلاثاء إلى مطار طرابلس الدولي في زيارة عمل لليبيا تستغرق يومين. وأجرى الوفد العسكري البريطاني خلال هذه الزيارة العديد من المباحثات مع المسؤولين الليبيين تتعلق بعلاقات التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات العسكرية والأمنية. وفي نفس السياق وصلت الفرقاطة الملكية البريطانية HMS كنت إلى قاعدة طرابلس البحرية، وعلى متنها عدد من الضباط الليبيين الذين أكملوا تدريبهم في بريطانيا. وتأتي الزيارة زيارة هذه الفرقاطة لإبراز في المجال التعاون في المجال البحري الذي بدأ منذ نجاح الثورم ومنذ إعلان التحرير مباشرة.